بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. هنرجع لموضوع البايل كاب. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت أخذنا برضو الاستريب غلط. مشكلة الاستريب إن أنا لو أخذته غلط الحل في الغالب بيكون غلط. أنا حطيت عملت القاعدة نفسها وقسمتها زي ما قسمتها المرة اللي فاتت، وحطيت البايل وحطيت الأحمال. طيب نبتدي ناخد الاستريب بتاعي. هقول هناخد أول حاجة الاستريب، هاخد الأفقي في الأول أو في اتجاه إكس، وبعدين هاخد في اتجاه واي. لو قلنا ناخد أول واحد اللي هو ده من هنا لهنا، بنقوله لما أنا باجي أخد الاستريب باخد منين لفين. أنا عندي هنا 3 استريبات، هاخد أول واحد في النص، التاني هنا على الاتنين بايل، والتالت هنا على الاتنين بايل. يبقى الاستريب ده بياخد من المسافة من هنا لنص المسافة ما بين الاستريب ده والاستريب ده، نص المسافة بس، ما باخدش من هنا لهنا، باخد من النص لحد النص. يبقى لو بصينا هنا المسافة من هنا من الاستريب ده لحد نص المسافة ما بين الاستريب ده وده اللي هي بوينت 28، يبقى دي بوينت 28، وشمال برضو ويمين قصدي بوينت 28 وبوينت 28 وبوينت 28 اللي هي نص المسافة. تمام، يبقى خدت من هنا لحد هنا، ادي اول استريب كله مستريب. طيب عايز اخد الاستريب ده، يبقى استريب في الفيلد الميدل استريب، في الميدل استريب طيب اللي هو ده، يبقى شمال كام؟ بوينت 40، كده غطينا المسافة دي. طب ويمين يبقى بوينت كام؟ بوينت 28، وشمال بوينت 40، ويمين بوينت 28 اللي هو من هنا لحد هنا. طيب هنا برضه ميدل ستريب بالعكس بقى، بوينت 28 وبعدين بوينت 40 وبعدين بوينت 28 وبعدين بوينت 40. مهم جدا موضوع الستريب ان انا ما غلطش فيه. بعد كده ناخد في الاتجاه بي، ناخد كولوم ستريب، هناخد انهو؟ هناخد اول واحد هنا والتاني هنا والتالت هنا. تمام، الاولاني من هنا لهنا، يبقى المسافة بتاعتي اللي بيغطيها الاستريب ده فين؟ من النص للنص. تمام، يبقى بوينت 55 بوينت 55 بوينت 55 وزيها ايه بوينت 55، اللي هي المسافة من النص هنا من نص العمود لحد نص الشريحة، كأنها فلات سلاب بالظبط. يبقى ده من هنا لهنا. طيب لما ناخد نمرة 2 اللي هو ده، اللي هو ده، يبقى ميدل ستريب، يبقى بنبتديها بكام؟ بوينت 4 وبعدين بوينت 55 بوينت 4 بوينت 55 اللي هو ده الاستريب ده. البوينت 4 اللي من هنا بوينت 55، نص المسافة ما بين الاستريب ده والاستريب ده. طيب ناخد من آخر استريب اللي هو هيبقى بوينت 55 وبعدين بوينت 4 وبعدين بوينت 55 وبعدين بوينت 4 اللي هو الاستريب ده. كده خلصت الاستريب ده، ابتدي احلل. ابتدي احلل مثلا الفولدر وبعدين نقول بايل. نفس المنظر بتاع اللي فات، نشوف في الايه الستريب بالنسبة للديد أو الألتيميت.
ultimate، ناخد layer A و layer B و show value. ادي المنظر اللي طلع لي. المومنت ماشي مظبوط. بعد كده نشوف التصميم، بوزيت ستريب. بالنسبة للستريب هناخد فاي 16، فاي 16 اوكي. ده المنظر اللي طلع لي. ممكن ناخد لير A و لير B اوكي. ادي 7 فاي 16، هنا 6 فاي 16، هنا 11 فاي 16، 6 فاي 16. هنا بقى طبعا قل عن الحلقة اللي فاتت في ايه، ان انا خدت بالظبط الاستريب زي ما احنا واخدينها من هنا كده، ان الاستريب من هنا لهنا المسافة معروفة، ومن هنا لهنا يعني اللي بتخدمه الاستريب ده، اللي بيخدمه الاستريب ده اللي هو عبارة عن ايه، عن كده. ممكن ناخد ناخد ده كده اللي هي المسافة دي تقريبا، المسافة دي كده، المسافة دي كده، هي دي المنطقة، أو ده محرك شوية، دي المنطقة اللي بيخدمها الاستريب. المنطقة من النص للنص، النص الاستريب من ادي السنتر، ادي استريب هنا وادي استريب هنا، يبقى دي ايه، من النص دي للنص دي. يبقى انا عرفت ان المنطقة دي هتتسلح بالايه، ب 11 فاي 16. المنطقة دي بتتسلح ب 10 فاي 16 تقريبا، 10 فاي 16 اللي هي المنطقة دي، 10 فيها 10 سيخ 16. المنطقة دي كذلك ايه، 10 فاي 16 يبقى، وهنا برضو 6 فاي 16 المنطقة اللي هنا بيخدمها العمود، ودي هنا كام، 7 فاي 16 المنطقة اللي هي من هنا كده الحتة ال 40 دي، ولحد نص المسافة اللي هي 27 سنتي تقريبا. كده يبقى ان شاء الله لحقنا الغلط اللي عندنا وخلصنا دورة السيف ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.